فخلينا يعني نتكلم عن الإنارة الليد. أولا ليد دي معناها إيه؟ ليد معناها لايت إميتنج دايود، لايت إميتنج دايود. إحنا هنشتغل دلوقتي على كتالوج أحد الشركات، تمام، اللي هي شركة ناردين. لما بتمسك الكتالوج بتاع أي شركة بتبدأ تبص في الكتالوجات دي، يقول لك إيه إنترودكشن عن الموضوع. هنا الراجل الانترودكشن بتاعته متكلم على الافيشنت انرجي سيفنج ليد لايتنج سوليوشن فور يو. هو بيقول لك ان الليد ده يعتبر دلوقتي من الحاجات المهمه جدا اللي هو بنعتبرها افيشنت سوليوشن، يعني هو بيشتغل على شغل الانرجي سيفنج. يبقى احنا المين بتاعنا ان احنا نعمل ايه؟ سيفنج. يبقى لازم تسال نفسك موضوع السيفنج ده في الليد هيبقى كام؟ يعني انا سي افرض ان انا جايب لمبه فلورسنت، اللمبه الفلورسنت دي مثلا 36 واط، عايز اشوف المكافئ بتاعها اللي بيديني نفس الليومن، تمام، كام من الليد. فهو الراجل هنا بيتكلم عن الانرجي، تمام، بتاعتي اللي انا هعمل لها سيفنج هتبقى كام. فكاتب لي الافيشنت انرجي سيفنج ليد لايتنج سوليوشن، تمام. فيعتبر الليد دلوقتي يعتبر سوليوشن، احد حلول توفير الطاقه او احد بنود الوفر اللي احنا بنشتغل عليها في اي منشاه، ان انا ابدل الـ انواع الاناره القديمه زي الفودرسنت وغيرها بانواع اناره، تمام، حديثه موفره للطاقه. فالليد هو عباره عن بديل للانواع القديمه، بيعمل لي سيفنج للباور. طبعا هنا كل شركه بتبدا، المفروض في ناس بتبدا تتكلم عن الليد لايتس، تمام، نفسه وايه التكنولوجيز بتاعته وايه اساس الشغلانه نفسها، تمام، يبدا يتكلم عن الليد لايتس، تمام، اوفر ذا وورلد، تمام، يتكلم عن الليد لايت واستخداماته في العالم كله، ويبدا يتكلم عن استخداماته في البلد اللي انت موجود فيها او هم عاملين فيها الكتالوجات بتاعتهم، مثلا زي السعوديه هنا، والله ايه الابلكيشنز بتاعتي، ايه المزايا بتاعتي. فهنا دايما لما احنا هنشوف في الشرح بالتفصيل هنعرف البينيفيتس اوف الليد تكنولوجي، ايه هي المزايا او الحاجات اللي انا هقدر احصل عليها من استخدامي للليد. وبصراحه الكتالوج نفسه يعتبر مرجع ينفع تذاكر منه يعني، فعشان كده انا بدات بيه. هنا بتكلم على الانرجي افشنسي، الراجل بيقول والله ان اللمبات الليد مور افشنت، تمام، وبتديني، تمام، سيفنج الباور عاليه. بيقول ان الليد لايتس از اب تو 5 تايمز مور افيشنت ذان الانكانسنت، اللي احنا اللمبات اللي احنا هنشتغل عليها سواء كانت فلورسنت او غيرها، واللمبات الهالوجين برضو. فهو بيقول والله 5 تايمز. طبعا من الكلام ده من شركه لشركه بيختلف، بس اللي هنا بيتكلم عليه بيتكلم على الافيشنت، الكفاءه او الافيشنسي بتاعت اللمبه الليد. فانت عندك معامل مهم جدا اللي هو الانرجي افيشنسي. تاني حاجه الانفايرومنتال سيف. طبعا ناس كتيره كانت في الاول تقول لك الليد لايت ده، تمام، في مشاكل بيئيه والكلام، لا بالعكس، ده الليد لايت ده، تمام، خالي من الميركوري وده مور سيف، تمام، اللي هو الزئبق يعني، وده مور سيف فور الانفايرومنتال. يعني انت بالنسبه للعوامل الانفايرومنتال البيئيه يعتبر، تمام، الليد مور سيف. عشان بعض الناس بتسال يقول لك هو سيف ولا لا. الميزه الخطيره الخاصه به الليد اللي هو اللايف تايم. دايما لما هنيجي نشوف كده، تمام، في الشرح هنلاقي من احد اهم المعاملات اللي بنقارن بين اللمبات وبعض اللي هو اللايف تايم. يعني انا هجيب لمبه اقول لك هتعيش مثلا 10,000 ساعه، وفي لمبه ثانيه هتعيش 50,000 ساعه، لا انا هجيب ال 50,000 ساعه لان اللايف تايم بتاعها، تمام، بيكون اعلى. طيب الميزه الثانيه من ناحيه الانفايرومنتال ان هي نو اميت انفراريد، تمام، اور الترا فويلت راديشن، ما بيحصلش ان هي بتطلع اشعاعات فوق بنفسجيه او تحت حمراء ممكن تضر بالبيئه، تمام. تاني حاجة من ناحية الديورابيليتي، تمام، هل هي مصدر، تمام، بتاع فايبريشن او هتعمل لي مشاكل روبست كواليتي، تمام، تقدر تعملها لي والكلام، لا ده هي تعتبر مور بيتر ذان اي حد تاني من ناحية الديورابيليتي،
الخاصة بالليد. بعد كده بيتكلم الراجل هنا في الكتالوج بتاع نوردين، شايف بيتكلم عن الليد فاست فاكتس، بيبدأ يشوف ليه الليد اللي هي اللايت اميتنج دايود دي بتصنع من السيمي كوندكتور ديفايس، تصنع من السيمي كوندكتور ديفايس. فهو بيقول لي الليد دي ستاند فور وات، ليد معناها لايت اميتنج دايود، هو نوع من انواع الدايودز. الناس اللي دارسه الكترونكس تمام، الليد هو نوع من انواع الدايود. الدايود ده تمام، الليد لو انت فاكر كان في توصيلتين للدايود، كان في حاجه بيسموها الفورورد بايز اللي هو التوصيل الامامي والريفرس بايز، وبالتالي انت عندك الليد تمام بيشتغل ببولاريتي، يعني ليه قطبيه، يعني لو وصلت توصيل امامي للفورورد بايز بتلاقي اللمبه بتطلع نور، لو وصلت توصيل عكسي تلاقي اللمبه اصلا مش شغاله. فاللمبات دي ليها بولاريتي، مصنوعه من ايه؟ مصنوعه من السيمي كوندكتور اللي هي اشباه الموصلات زي السيليكون والجرمانيوم، بس طبعا السيليكون هو بيبقى اكبر ماده مستخدمه هنا. فالليد لايت اميتنج دايود هو عباره عن ديود بدخل له، من الاخر بدخل له اشاره كهربائيه، بدخل له فولت او بدخل له تيار تمام، بيطلع لي تمام، بيطلع لي ضوء. طيب الافشنسي، وفي حته مهمه جدا يا شباب دايما بقولها في الاناره اللي هي الافيكاسي بيسموها الافيكاسي، هل اللمبه دي بتطلع ضوء قوي ولا لا، ده بيعتمد على اليومن نفسه. في حاجه اسمها اليومن تمام، اليومن غير اللكس. اللكس عباره عن اليومن، اليومن تمام لكل متر مربع، يعني انت عندك لمبه بتطلع 1000 ليومن، حطيت اللمبه دي في غرفه مثلا مساحتها 4 في 4 يبقى في 16 متر تربيع. لو انت قسمت قيمه اليومن اللي هي ال1000 اللي دي بتطلع من اللمبه اللي هي شده الاشعاع على مساحه سطح الغرفه، يدي لك مين؟ يدي لك الافيكاسي الخاصه بالغرفه. فهنا بيعرف لي، والحته دي عايز يعني استنى عليها شويه كده في الشرح، نشرحها كده ونقراها بالراحه كده واحده واحده. الافيشنسي والافيكاسي، الافيكاسي اوف اللايتنج فيكتشر از يوزوالي اكسبريسد از ذا اماونت اوف ايه؟ الاماونت اوف لايت. يبقى دايما لو انا سالتك، لو انا سالتك، عشان ناس كتير جدا بتغلط في الحته دي، اللمبه او البلب نفسها تمام، مش الكشاف كله، بتطلع كام ليومن؟ هتقول لي ايه هي الليومن اصلا؟ الليومن هي عباره عن الاماونت اوف لايت، اللي هو زي كده في الطاقه الشمسيه، مش الشمس بتطلع اشعاعات ضوئيه، هنا الكشاف بيطلع اشعاعات ضوئيه، حول الطاقه الكهربيه تمام الى طاقه ضوئيه بيطلع اشعاع. طب شده الاشعاع ده بتبقى كام؟ يعني اللمبه دي قويه بمقدار كام؟ بيبقى الليومن. يبقى انا من اول حاجه اهو سالتك ان الليومن عباره عن ايه، اللي هي الاماونت اوف لايت بتطلع من ايه، من اللمبه، يبقى هي كميه الضوء اللي بتطلع من اللمبه، كميه الضوء، يبقى الليومن تعرفها كميه الضوء اللي بتطلع من اللمبه اهي، ذا اماونت اوف لايت برودوسد باي ا سيرتن اماونت اوف، يعني انت هتديني كام وات، الوات ده اللي هتديهوني هيطلع كام ليومن تمام، تديني كام وات هيطلع كام ليومن. وبالتالي بيقول لي لايتنج فيكتشر افشنسي از ذا ريشيو اوف ذا توتال ليومن اكسايتنج ذا فيكتشر تو ذا توتال ليومن، يعني انا عايز اشوف الريشيو دي الليومن تمام على الوات بتاعي الخاص بالريشيو بتاعي. ببساطه شديده انا الافيكاسي تمام دي عباره عن، او الافشنسي عباره عن ريشيو، نسبه بقسم التوتال ليومن تمام اكسايتس ذا فيكتشر تو التوتال ليومن برودوسد باي لايت سورس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي الافشنسي عندي كشاف فيه اربع لمبات، او عندي كشاف فيه كذا لمبه، لو انا قسمت التوتال ليومن اللي بتطلع من الفيكتشر على التوتال ليومن برودوسد باي لايت سورس دي هسميها الافيشنسي. يبقى الافيشنسي اقدر اعمل لها تعريف، والافيشنسي بتستخدم عشان نناقش بيها طبعا اللي هو الـ بيسموه الريسورس افيشنتلي، كفاءه ان الكشاف ده بيطلع ضوء بمقدار كام، يعني هل الكشاف ده بيطلع افيكاسي اللي هي من الاخير عباره عن اليومن بير وات، يقول لك والله الافيكاسي تمام بتاعه اللمبه دي بتطلع مثلا 120 ليومن بير وات، هنشوف الكلام ده بالتفصيل، ليومن بير وات. يبقى انت لما انا ادي وات معين، الوات ده طبعا الفولت ثابت، وبالتالي هيبقى الوات بيعبر عن التيار، اللمبه كل ما تديها تيار عالي بتطلع شده اضاءه، طب اقصى تيار ممكن اديه يطلع لي اقصى شده اضاءه، ده اللي احنا بنسميه
مين؟ الافيكاسي. تمام، يبقى تعريف الافيكاسي تمام اوف لايتنج فيكشر از يوزوال اكسبريسد از ايه، الاماونت اوف لايت برودوس باي السيرتن اماونت اوف الكتريستي، مقدار الكهرباء اللي هتديها له بالوات اللي هيدي لك بيها مقدار الليوم. طبعا اللايف تايم تقريبا بيبقى يعني اكتر من 50% من اي لمبه، يعني انت مثلا اي لمبه تلاقيها مثلا 10000 وات، ده بيبقى 25000 ساعه، 30000 ساعه، 50000 ساعه الليد. تمام، فبيقول لي هنا التراديشنال لايتنج سورس اللايف تايم بيبقى عباره عن المين تايم فور فيلير. يعني ايه المين تايم فور فيلير؟ انا جبت كشاف، المفروض اللايف تايم اللمبه دي العمر الافتراضي بتاعها مثلا سي 5 سنين، المفروض تقعد 5 سنين، فده بيبقى المتوسط بتاع عمر اللمبه، اللي بعديها اللمبه بيحصل فيها ايه؟ بتتلف. يبقى اللايف تايم معناها على العمر الافتراضي للمبه، اللمبه دي جايبه المفروض عمرها تعيش سنه مثلا، في المتوسط لقيناها بتعيش سنه. طيب بعد سنه بيحصل ايه؟ بيحصل فيلير، اللمبه دي بيحصل فيها ايه؟ فيلير، بتعطل. طيب عملوا بقى دراسات على اللايف تايم الخاصه بالليد، لقيوها تمام بتوصل ل 50000 ساعه في الليد لايت. طبعا الانواع العاديه ما بيوصلش ل 50000 ساعه، فمهم جدا مهم جدا تمام تشوف اللايف تايم بتاع اللمبه اللي انت هتشتغل عليها.